إذن مشاهدي الكرام، كانت هذه هي فقرة زابيك، والآن ننتقل إلى فقرة نت نيوز مع زميلة نجية. صباحك سعيد نجية، وش حضرتنا اليوم؟ صباح الخير قمر الدين، صباح الخير لكل المشاهدين المتتبعين لشروق مورنين لنهار اليوم، وخاصة اللي راهم يستناو في فقرة نت نيوز. زميلة سارة مباركي قالت لك لازم تضحكي قبل ما تبداو، قلت لها تضحك مسكينة، هي مريضة يعني، نتمنى لها الشفاء العاجل بالطبع. وش عندك اليوم في نت نيوز؟ هل من جديد خاصة الفيسبوكيين؟ أكيد راهم الفيسبوكيين يوميا نشطين جدا، نبرغوهم السلام. وش عندك أول حاجة نجية؟ نعود نرجعوا للفيديو اللي أثار ضجة على صفحات الفيسبوك والمتعلق باللاجئ الإفريقي والمعاملة السيئة اللي قابلوا بها أحد العاملين في محطة الحافلات، حيث أن الفيسبوكيين ردوا عليه بطريقة رائعة. هذا هو اللاجئ في تذكير فقط بالواقعة التي حدثت بعنابة والتي أثرت سخطهم بالفعل. الجزائريين ردوا بهذه الطريقة معا في صورة واحدة. هذا هو الشاب اللي تعرض للضرب من قبل؟ لا مش هو، هذه خاطئ. فتاة، هذا لاجئ فتاة، فتاة لاجئة أخرى. نعم، صور مع أطفال أفارقة. نعم هنا نشوف مليح، هذو هما العنابيين وهذو هما الشعب الجزائري وهذو هما الفيسبوكيين، خاصة أنه جريدة الشروق اليومي تطرقت أيضا لهذا الملف وهذه القضية بالذات. أصلا الفيسبوكيين أكدوا على أنه هذا الفيديو اللي تم تصويره يعكس فقط ويمثل فقط الشخص اللي صوره ولا الشخص اللي قام بعملية الضرب. كما نشاهده هم يؤكدون بأنهم لا يميزون بين لاجئ أو بين جزائري، نحن سواسية. هذه تربية الجزائري وهذه تربيتنا اللي ربونا عليها أجدادنا، وهذه أرضنا، أرض شهدائنا الأبرار الأحرار. لما نغرسوا هذه القيمة الجميلة جدا في نفوس كل، يعني إجابة رائعة مميزة. شكرا جزيلا لكل من أجاب بهذه الطريقة، ونشكر أيضا السلطات اللي فتحت تحقيق معمق وهكذا باش يحبسوا مثل هذه التصرفات. وأكيد هي ربما 2 أو 3% فقط، شاذ وشاذ لا يقاس عليه. وش عندك سنين نجية؟ اليوم لازم تجيب لي كلش. أنا درت لك حوصلة يعني باش تكون راضي. أكيد، أهلا بك ديما، راضيين عليك نجية ديما إن شاء الله. يعيشك. المقبرة الجامعية سقهرس، من العنوان دارت حالة غريب. صحيح غريب، هذه أنا صفحتي لقيتها. هم ليسوا مخطئين، بل هي مقبرة ضحايا الأخطاء الطبية. في تعليق آخر سوسو ملاك قالت: يعني اقرأ أتعب بين دراسات عليا وعند حصولك على شهادة جامعية أرواح ندفنوك، في إشارة واضحة إلى البطالة اللي تنهش الجزائريين. لكن لأحدث ضجة هو العنوان اللي ولا الاسم المقبرة. ما حاولتيش تستقصي الامر لماذا سميت بهذا الاسم المقبره؟ يعني انا ايضا انا حاولت لكن ما لقيتش. ان شاء الله اللي دار الاسم يتصل بنا يبعث لنا يعني المقبره الجامعيه. جميل. لكن هما حاولوا الفيسبوكيين يلقاو المعنى. في تعليق اخر راح يعودوا يدفنوا على اساس الشهادات، يعني كل واحد عنده شهاده جامعيه راح يدفنوا. هذا اعطى تفسير خاص به. هذا إشارة للبطالة اللي أرقت الكثير من الشباب وخلقت لهم أزمات نفسية. موضوع مهم بالطبع. الصورة اللي تم تداولها كثيرا أمس هي لحرم السفير الأمريكي وهي ترتدي الشدة التلمسانية. البعض علق على اللباس التقليدي، أجمل لباس هو اللباس الجزائري. كاين اللي قالوا الجزائر غنية جدا، عنابة، قسنطينة، وهران، تلمسان، الجنوب الجزائري، الجزائر غنية غنية، نحن فخورون يعني، والحمد لله عندنا نجم نقولوا في كل مكان عندنا لباس تقليدي يميز المنطقة، يميز تلك المنطقة لعاداتها وتقاليدها والتاريخ أيضا. البعض أيضا علقوا على أنه كانت حرم السفير جد جميلة بهذا اللباس التقليدي، في حين أنه البعض ذهب إلى التأكيد على أنه هذا اللباس التقليدي ما يجيش غير على الحراير الجزائرية. أعطينا هذا التعليق، ما هزيتيش نجية؟ هذاك التعليق خفت نحط الاسم يقول لك.
بالطبع هذوما الجزائريين وهذوما الفيسبوكيين عندهم شجاعة كبيرة. إضافة فقط قمر الدين، الحرم السفير والسفير أيضا في الفترة الأخيرة يحاولوا دائما أنهم يحتكوا بالمجتمع الجزائري بعلاقات بالعادات تاعهم بالتقاليد وأيضا بكل ما هو جزائري، يحاولوا أنهم يتقربوا في محاولة من أجل انغماس مع المجتمع الجزائري باش يكونوا قراب من الجزائريين ويفهموا العقلية الجزائرية اللي الآن هي صعبة بالنسبة للكثيرين. احنا نقول لهم عندكم ما تبحثوا، تاريخنا كبير وعادتنا كبيرة وعادتنا وتقاليدنا ربما عميقة جدا وجميلة جدا، راح يديوا هذه الثقافة الرائعة والمميزة ربما إلى بلدانهم كي يستفيدوا منها، وكل لباس وراه تاريخ. أكيد. نشوفوا فيديو آخر. هذا الفيديو كما نشاهد يظهر شاب جزائري. أنا شخصيا عجبني جدا هذا الفيديو. في مونديال روسيا، هذا المونديال ظهر فيه شاب جزائري يحمل العلم الفلسطيني. نستمع. عندما نقول جزائر نقول فلسطين، مع فلسطين عندما نقول فلسطين نقول الجزائر، حتى سميت جزاء، هناك تسمية جزائر فلسطين، جزائستين، صار مبارك جزائستين. نعم، فيديو رائع أثار الإعجاب وبقاوا يدولوه عدة صفحات وعدة فيسبوكيين، وأكدوا على أن هذا هو الموقف الراسخ من الجزائريين اتجاه القضية الفلسطينية وما يعانيه الفلسطينيون والغزاويون في الأراضي المحتلة. صدقيني نجية الجزائريين للإشارة فقط. ربما جسم الإنسان لديه كريات حمراء وبيضاء، لو كانت فلسطين لكانت في دمائنا كريات أخرى ثالثة حبيبة فلسطين. بالطبع أكيد، بالفعل. ننتقل شكرا جزيلا أخر. على هذا الفيديو. شكرا عجبك. شكرا نجية، شكرا. العفو. فيديو هذا اللي رانا نشاهده فيه يظهر الرئيس التركي أردوغان أنجيلا ميركل يشاهدون الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا إنجلترا، يعني حتى وهذا خلال اجتماع حلف الناتو الأخير، يعني في اجتماع مهم وتقرر فيه مصائر الأمم والشعوب، كرة القدم لا يتم الاستغناء عنها. مستحيل، كالقهوة الصباح. بالفعل دار ضجة حتى الفيديو هذا نجية، دار ضجة كبيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تعليقات مختلفة. نتبعت بعض التعليقات، يعني هي كرة القدم ما تصنع دائما الحدث. وكما تشاهد قمر الدين اجتمعوا على هاتف أحد المرافقين للرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، أنجيلا ميركل والرئيس التركي على نفس الشاشة، يعني اجتمعوا كرة القدم لمتهم على في موقف ولا في صورة واحدة. جميل جدا. بعد تعليقات بعض التعليقات نبقى مع المونديال، نرجع للصورة الأخرى. المونديال بدأوا الجزائريين يعملوا نوعا ما صبر للآراء حول النتيجة النهائية كيف ستكون، من سيربح، كرواتيا أم فرنسا. الأغلبية يؤكدون أن كرواتيا هي التي ستحظى بسيدة الكأس العالمية، في حين البعض الآخر ذهب إلى نوع من الطرافة، من ستفضل كأس العالم 2018، الجمال أم الحب؟ الجمال أم الحب؟ صعب، سؤال صعب ومحرج. وضعوا صورة أنا ما نجاوبش كي ما نتورطش. رئيسة كرواتيا وحرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأيضا نأكدوا على أنه نشوفوا هذا الفيديو. ضرب عنيف، فرنسا تفضلي علقين على هذا الفيديو نجية. نشوفه، نفضل نشوفه قبل بعدين نعلق عليه. هي كاميرا المراقبة التي تم تصوير بها. فيديو صادم جدا جدا بكل وحشية تضرب ديمقراطية وإنسانية التي تدعي بها فرنسا. ضابط فرنسي يقوم بالضرب بوحشية لأحد المحتجزين. لم تحدد هوية المحتجزين؟ لم تحدد، حتى الجرائد الفرنسية لم تتطرق إلى هذا الموضوع، لكن أكيد كان فيه تحقيق، لأنه الضابط مباشرة تم إيقافه، توقيفه عن العمل.
للأسف الشديد يعني في بلد ديمقراطية. في بلد ديمقراطية كما تقولين نجية، حتى الفيسبوكيين لم يرحموا هذا العنف. المغردون أيضا فرنسي أسود، البعض اعتبر أنه إيقاف هذا الضابط الفرنسي يعني إجراء قانوني بسيط جدا، في حين أنه كان يجب أن يتم معاقبته بشكل أكبر لهذا التصرف الغير إنساني. ونترك القانون هو من يتخذ القرارات الأخيرة بالطبع. أكيد. تفضلي نجية. مقبل كنت تهضروا على نشوف هذه الصورة. الصورة التي حظيت جيمس. ما فهمت الصورة، رجاء فهمينا في الصورة نجية. أكيد هذه صورة لأم إفريقية حظيت بلقب إفريقية. نعم، لقب أفضل صورة في العالم. صورة معبرة جدا. المجاعة، القفار، الجفاف، نالت هذه الصورة جائزة الصحافة العالمية، التقطها المصور جيمس ناشتوي لأم صومالية تستعد لدفن ابنها الذي مات جوعا. المصور أقام وليمة وسهرة بمبلغ الجائزة، والأم ماتت بعد طفلها من الجوع. تلقى انتقادات لاذعة جدا جدا. كان المفترض حسب المغردين أنه يبادر بمساعدة هذه الأم وهذا الطفل في الوقت اللي كان هو يخمم فيه في الجائزة، في نيل أفضل لقب. للأسف. الإنسانية راحت ولو يحوسوا غير على الجانب المادي والجانب يعني الكمالية. الرسالة الإعلامية تحمل في طياتها معنى كلمة الإنسانية ومعنى الحقيقة والصراحة. للأسف صورة مثل هذه. تفضلي نجي. للأسف. شوفوا هذا الفيديو الصغير قصير. السمك. أنا ما عنديش هاد السمكة. أنا لازم تجيبوها لي هاد السمكة. دليلة بالخير جيبي لي هاد السمكة دبري راسك. هذه شكون اللي يزعف وتصرى له هكذا؟ اللي يزعف؟ وتصرى له هكا يتنفخوا خدودو. هذه سمكة لما تزعف ولا هي هكذا سمكة هذه؟ هي هكا لما تكون في الماء. نوع الأسماك. نوع الأسماك لكن ظريف، بمجرد أنك تشوف الفيديو يعني الإبتسامة. الفيسبوكيين طاحوا على هذا الفيديو. لا حالة هذه. هذه بالك المقبلين على نتائج البكالوريا باش يشوفوا نتائج البكالوريا، لربما الاغلبيه راهم في هذه الحاله دوك، في هذه الحاله، حاله الترقب والتشنج والاعصاب. شكرا لك نجية، هذه اخر فيديو معنا. هذا اخر فيديو والله، كانت فقره خفيفه وجميله جدا. نتمنى لك التوفيق. شكرا. عندك الذكاء الاعلامي والمشاهد يحب يشوف خاصه في الصباح مثل هذه هي الفيديوهات، وخاصة لما تدي ضجة كبيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. بالتوفيق ليك الميتي ميديا والمورنينج، ربي يكون معك إن شاء الله بالتوفيق. نتمنى لك دائما. زميلتنا نجية، شكرا جزيلا. نجية نلقاك في مواعيد إخبارية أخرى. أمين.